زوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ واش راكم بروكا تعيدوا تعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتو بالصحه وطوله العمر. المهم وصفتي انا اليوم هي حلوه صابلي، خرجت منها 4 ديال الشكيلات. في العجين كنحتاجو 2 كيسان ديال السكر كلاصي، نصف خماره، شويه ديال الملحه وفاني، 4 ديال الزبده مالكالين، كاس ديال الزيت، وجوج بيضات. انا حطيتهم لكم بالترتيب حيت انا كنخدم بهم هكا بالترتيب، اما بالنسبه للدقيق فكيبقى على حساب الخالط، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. انا كندير عاده 3 ديال الجبانيات كبار، فانتوما على حساب الدقيق ديالكم. غادي نجمع المكونات ديالي حتى كنحصل على كريمة، من بعد كنضيف الكاس ديال الزيت، عاوتاني نفس القضيه حتى كنحصل على كريمة، عاد كنضيف البيض ديالي، وحتى كنحصل على كريمة عاود، عاد كنبدا ندخل الدقيق بشويه بشويه وما كندلكهاش، غير كنجمع العناصر ديالي. راه هذا هو السر، حنا كندلكو الصابلي داكشي علاش كتجينا كتفرتت وما الى ذلك. كتجمع لي العجينه ديالي البنات كنقسمها على العدد اللي بغيت. انا قسمتها على 4، لفيتها في بابي سيرفلوزي، دخلتها للثلاجه، مشيت وجدت المولات ديال الشوكولات ديالي الاشكال اللي بغيت، دخلتهم للفريكو وبديت كنورق في العجينه ديالي. كما غادي تلاحظوا درت ورقه لتحت ديال البلاستيك وورقه الفوق ديال البلاستيك، وكنبدا كنسرح عليهم باش كتعاونني ما تفرتتش ليا العجينه، ومن بعد كنطبعها بالطابع اللي بغيت. انا اختاريت هاد الطوابع هادو، وانتم لكم حريه الاختيار. هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالي من بعد ما طابت، وهذا هو الشكل ديال القوالب ديالي ديال الشوكولات. كما كتشوفوا كتجيب هذا الشكل. بالنسبه للتلصق البنات، فانا خديت نصف كاس ديال الناباج مع نصف كاس ديال الجلوكوز، غليتهم شويه حتى كيبداو يتجالبوا كيطرخاو ليا، ولصقت بهم الكميه اللي عندي. بالنسبه اللي ما عندوش هذا الجلوكوز والناباج يقدر يلصق بالشوكولات اولا يلصق بالكونفيتور، اي حاجه عندكم البنات لصقوا بها. كنزرب باش ما نطولش عليكم البنات. المهم ملي كنسالي هاد التلصق هذا كنمشي كنحضر الكراميل، صوبتو بكاس ديال العسل وكنضيف عليه 7 ديال الحبات ديال الشكلاط ابيض حتى كيتقال ليا، ما كنتقلوش بزاف، وكنخليه في باماغي باش ما يتقالش. هنا غير باش نوريكم رجعتو للباماغي باش كنخدم باش ما يتقالش ليا. بالنسبه للناس كما سبق وقلت اللي ما عندهمش الناباج والجليكوز يقدروا يلصقوا بهذا الكراميل حتى هو راه كيقبط، المهم هو انكم تصيبوا الحلوه ديالكم. هادو هما الشكيولات اللي صايبت، نتمنى ان الوصفه ديالي تنال اعجابكم. كتبقى صابلي هي يعني الوصفه المنقضه اولا الحلوه المنقضه، حيت بعجينه وحده كتخرجي بزاف ديال الاشكال وبزواق مختلف يعني، فكتحمر الوجه كما كنقولوا. نتمنى ان الفيديو ديالي يكون نال اعجابكم، تابوناو عند فلاشين، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، خليوا لي كومونتير زوين بحالكم، لايك، ومع السلامه الى وصفه قادمه ان شاء الله.